تتطرق إليه الخرافة. الشأن أنت لا تفتهم من قولي أن أكو بعض أشياء مثلا ما نعرفها، ما نعرف أسرارها، نجي يكون نكذب بها. لا لا، أنا ما أقول هالشكل. أكو مناطق بالقرآن ما تقتحم، ما نقتحمها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء. أنا هاي منطقة ما أقدر أقتحمها. ليش؟ أكل علمها إلى الله عز وجل. أذكر بعض النظريات اللي ما تخدش كرامة القرآن، تمام؟ أما واقعها شنو؟ ما أدري. تعبدني الله بأنها من القرآن أقرأها، لأن عقلي إلى حد يقف عنده. لكن أنا أجي إلى آية من آيات القرآن الكريم وأطيها معنى لا يلتقي مع العلم بحال من الأحوال، هاي ما أقبلها إطلاقا، ما أقبلها للنظرية. ليش؟ لأنه القرآن علمني بأنه علم، والعلم ما يمشي وفق قواعد، والعلم ما لا يصطدم بالحقائق. فلذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه علم. قال دولة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم القرآن والقرآن العلم. ولهذا هذه أعظم رد بيها، هذه النقطة بيها أعظم رد على من يدعي بأن القرآن من النبي صلى الله عليه وآله. لأن أكو دولة المستشرقين وأتباعهم واللي قبلهم قريش قالوا أن هذا القرآن جاء من محمد، مش قريش، قالوا هذا القرآن محمد جاء به، ماكم مو من الله، هذا إنما جاءكم بأساطير الأولين وجاءكم بأشياء من نفسه وليست من الله. لأنهم أساسا ما يعتقدون أن مرسل، وبعضهم ما يعتقد بوجود الله مطلقا. فهل علم اللي موجود بالقرآن الكريم إذا كان من النبي، متى اتسع عصرهم لمثل هذه العلوم؟ الآن نظريات القرآن النظريات الضخمة في بعد الاقتصاد، بعد الأخلاق، بعد الاجتماع، في كل الأبعاد، هاي منين جابها النبي؟ من ذاك المحيط اللي عاش به. هو شنو المحيط اللي عاش به؟ المحيط اللي كان به رسول الله صلى الله عليه وآله كان غارق بالخرافات إلى ذهنه. منين يجيب هالمعلومات؟ آخر مو الإنسان ابن عصرة، الإنسان ابن البيئة اللي يعيش بها. منين يعني أي أكاديمية درس بها النبي صلى الله عليه وآله جاب بها هذه العلوم؟ منين؟ هي الدنيا كلها، ما لازم الجزيرة العربية، الدنيا كلها في أيام النبي كانت تعيش أوهام ووساوس وخرافات، تعيش خرافات لا حدود لها. منين هالمعلومات الموجودة بالقرآن الكريم؟ منين جاء بها النبي؟ ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه أنه من الله عز وجل، عطاء الله. ولهذا عبر عن القرآن بأنه العلم. فقال دولة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم.